go to Honolulu. To When did Honolulu. they go? When did they go? Did فاعل مصدر. ايوه اللي بيقول يا سير ده في ايه؟ أنا ما جبتش غير مرة واحدة. مين؟ مين؟ أنا أحمد عوض. يلا أحمد يا عوض. عوض نمبر 3. When did she go؟ عوض. تو When did she go to؟ To طبعا الأولى. كمل نمبر 4. How not were you there؟ اسمها وإيه؟ هنا هنصلح يا شباب، هنصلح إز دهيت نعملها لونج. هنصلح إز دهيت نكتبها لونج. إز دهي هنكتبها لونج. اختار يا أحمد. أحمد عوض. How long؟ أو لونج. هنصلح إز لونج وتبقى هي الإجابة الصح. How long were you there؟ نمبر 5 سيف. I there for 7 days. I was. I was there for 7 days. Number 6 كريم. When she go to Honolulu. Answer. When did she go to Honolulu? When did. When did she go? شريف. She went. شريف. She went in September. Number 8 عبد الرحمن السيد. How long was. Was he. Was مع he. How long was he. هروح بعد كده لبيج 138. Number 1 رودينا. أيوة يا سيدي. Number 1 نيويورك سيتي is the big apple. Apple. Number 2 يلا يا ميرنا ولا لسه؟ ما فيش. جانا. مليون. مليون طبعا. اوفر 30 مليون. اوفر 30 مليون. نمبر 3 رودينا. نيويورك سيتي از وان اوف ذا ورلدز موست Exciting. وهنا ناقصة سي. اي اكس سي اي تي اي ان جي. Exciting. Number 4 مهند. مهند. We can help you. ايوه سي. We can help you find. بسملة. 5. What؟ لا. لا قصدي. سيف ما عندك شيء. نمبر 5 You are in New York City. You can take a boat tour. وين يا بسملة؟ وين عندما لما تكوني وين عندما. نمبر 6 فريدة. Do people visit New York City؟ Do people visit New York City؟ هسأل بإيه هنا؟ What؟ لا عايز أقول يا سي. Why؟ أنا قايلها وإحنا بنسأل وإحنا بنقرا القطعة وبنجاوب أسئلتها. قلنا نخلي بالنا من الأسئلة. اسمها انزي. Why؟ Why؟ Why do people visit؟ ليه الناس بتزور نيويورك سيتي؟ Why؟ Number 7 يلا عبد الرحمن احمد. There 18,000 restaurants. There are واس جمع. There are واس جمع. Number 8 شريف. The Statue of Liberty and the Empire State Building. Visit. تعال زور. Visit. هنروح بعد كده لبيج 139 الجملة الأولى في الاختياري. نمبر 1 مهند. How museums؟
ايوه سير. هاو ميني هاو ميني نمبر 2 بنات فين البنات فين فين البنات امل نمبر 2 يا امل دو يو جو تو سيول وين 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 نمبر 3 يا امل اي واز زير فور اف او ار فور طبعا الثالثه اف او ار نمبر 4 يا كنزي دو اسمها دو يو لايك وقلت اخلي بالي من دو لايك والاي ان جي نمبر 5 بسمله دو يو ايفر في لايزا بلين باي يور سيلف نمبر 6 يلا يا فريده فريده The man said, I have an ovaries apple. يا شيخة يا شيخة. Week. I have an overseas. اسمها overseas ايه؟ ممكن اقول يا سيل؟ ممكن اقول. Once a month. Week. ممكن اقول. كريم كريم. Fly. Fly it يا ولد. I have an overseas flight رحلة جوية مرة في الشهر overseas flight قلت هيسألني عن آن يسألني عن overseas يسألني عن flight يبقى اسمها I have an overseas flight يعني عندي رحلة جوية once a month مرة في الشهر يلا يا رزان أي شيء ها not long اسمها how long كملي We can help you to not rent. a car. Rent. اسمها rent a car. Rent a car. اروح بعد كده. لي. بيج. 141. Number one. Could we ask you not questions? يا سيف. A few questions. Number two. يلا يا رودي. Hind was in Hong Kong a week. For a week. Kenzie, how not female pilots? How many? السجامع. عبد الرحمن أحمد. Do you fly a plane by? Yourself. عبد الرحمن السيد. Come and you will find all tours or tools. Available. وقلت أهم كلمة عندي في القطعة. Available. Number 6 Hamza I have flight once a month overseas اسمها an overseas flight an overseas flight رحلة جوية يا فريدة Number 7 فريدة How were you in Luxor How far يا الله ايه يا فريدة ما ذكرتش يا فريدة خالص يا فريدة How long? اسمها how long يا فريدة. How long were you? كم المدة اللي قعدتها في الأقصر? How long were you in Luxor? بجاوب عليها فور ومدة زمنية. يبقى how long? Number 8. شريف. Over 30 million people. Visit. بيزوروا أورلاندو every year أو بيزوروا نيويورك سيتي every year. يبقى visit. Over 30 million people visit. كده خلصنا الاكسرسايز اللي موجود في المذكرة. هيبقى الهوم ورك بتاعي لحد ما نيجي الحصة الجاية ان شاء الله. هيكون معانا شيت فيه طبعا مراجعة الامتحانات الخاصة بالوحدتين اللي هي 8 و9. هحل في الواجب. عندي صفحات من 35 بداية التسميع بتاع يونت 10 بتاع يونت 9 تسميع بالاكسرسايز اللي عليها والامتحانات كمان اللي عليها كل ده في مذكرة التسميع طبعا ده كله في مذكرة التسميع لحد ما اوصل ليونت 10 اللي هي لحد 44 الامتحانين اللي على اليونت بالاكسرسايزز اللي مع التسميع كلها هوم ورك طب يا سيف ايوه
المذكرة اللي هي بتاعت يونت 9 و 8 و 9 بنجيبها منين؟ مش هيبقى مذكرة، ده هو شيت، شيت ممكن 4 أو 5 صفحات، ممكن انزلهم لكم في الجروب او ممكن اقول لكم نطبعهم في المكتبة، يبقوا جاهزين في المكتبة ان شاء الله، يا مكتبة يا نزلهم لكم برضو هنا في الجروب بحيث ان احنا نراجعهم منهم وهنحلهم مع بعض ان شاء الله. تمام. هو معايا يا سيد هو ايه المذكرة دي يا حبيبتي؟ ده خلاص الهوم ورك بتاعنا من 35 ل 44. انا بتكلم الحصه الجايه هيبقى في شيت مراجعه فيه اهم جمل الاختياري على 8 و9، ده لسه بعمله لكم ولسه هينطبع. تمام تمام يا جنى. تمام يا سيد. تمام، يبقى الهوم ورك بتاعنا حل يونت 9 مره تانية في جزئيه التسميع من اول 35 ل 44، كل الاكسرسايز اللي هتقابلنا هحلها زائد التسميع طبعا، بحيث ان في طبعا ناس لسه ما حفظتش الكلمات الخاصه بيونت 9. اهم حاجه عندي حفظ الكلمات، حفظ جمل المحادثه، جمل القطعه، وجزئيه الجرامر الجديده اللي هي وين واجابتها بان وشهر، او هاو لونج واجابتها فور ومده زمنيه. بس تركز شويه تمام، ما نضيعش نفسنا عشان جمله ولا جملتين. يلا جود نايت.